الله يرغبك بالطاعات التي لا مثيل لها. صلاة واحدة، صلاة واحدة تؤديها هنا من هو في خارج هذا البلد المبارك حتى يكون مساويا لك في الأجر، يحتاج أن يصلي 55 سنة و6 أشهر و20 ليلة ليكون مساوي لك في الأجر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله 3، أبغض الناس إلى الله 3: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. عرفنا مكانة المسجد، عرفنا ارتباطه بالأنبياء، عرفنا أن شد الرحل إليه مع المساجد 3 أمر مشروع، عرفنا أنها أحب بقعة إلى الله، وأنها خير أرض الله، وأنها أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا ذلك. إذن هذا المكان الذي له هذا الجلال، من جاء إليه ليرتكب المعصية فيه، هل يظن أن هذا كارتكابه في أي مكان؟ لا والله. الله يرغبك بالطاعات التي لا مثيل لها. صلاة واحدة، صلاة واحدة تؤديها هنا من هو في خارج هذا البلد المبارك حتى يكون مساويا لك في الأجر، يحتاج أن يصلي 55 سنة و6 أشهر و20 ليلة ليكون مساوي لك في الأجر. فمن يأتي لمكان أغري العبد بالطاعة إلى هذه الدرجة ثم يأتي لكي يرتكب فيها المعصية، هل هذا يعي ما يفعل؟ وهل هذا في قلبه إدراك لهذه المكانة والجلال؟ لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله، أبغض الناس إلى الله 3: أولهم من؟ الملحد في الحرم. والإلحاد في الحرم لحرمة الحرم، قال العلماء: الإلحاد كل المعاصي، تعتبر لعظمة الحرم هي من الإلحاد فيه، بل إن من الصحابة من فسر الإلحاد في الحرم ظلم الخادم واحتكار الطعام، واضح؟ فلذلك هذا الأمر يكون حقيقة محل انتباه، يكون محل انتباه. من أتى إلى هذا المكان يأتي وقد هيأ نفسه، لا يغرك من تراه يعني قد أخطأ وأذنب، استحضر هذه المعاني. هذا الذي أذنب لو وقف وتفكر، ربما عصيت في مكان سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مشى فيه جبريل عليه السلام، أو أحد من هؤلاء الأنبياء الذين وفدوا، فيتفكر الإنسان في ذلك، فهنا يكون حقيقة يعني على أحسن ما يكون من الحال. فإذا ملحد في الحرم هو أول هؤلاء 3، وأما مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية أنه يحيي شيئا من آثار الجاهلية التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه، وإنما يكون فعل المؤمن إحياء ما ارتبط بهذا الدين، أما ما هو من أمر الجاهلية فقد انتهى. ثم مطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، أن يقتل غير قاتل وليه. طبعا هنا أولا كما قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومما كان في عرف الجاهلية أن القتيل أولياء الدم إن لم يتمكنوا من القاتل نفسه فإنهم من يقع في أيديهم من قومه يقتلوه قصاصا لقتيله، فجاء الإسلام وأنهى ذلك، فلا يكون القصاص إلا من القاتل نفسه، وأن يكون القصاص لولي الأمر فهذا حقه، وذلك حفظا أولا للعدل، وثانيا حقنا للدماء. فهؤلاء 3 هم أبغض الناس إلى الله جل جلاله.